السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم بهذا الفيديو صحة جيدة ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد، وصفة جديدة، وصفة اللي رائعة ولذيذة بزاف. غادي نحضر معكم دجاج لي معمر ومحمر بطريقة سهلة ومبسطة، والمقادير متوفرين في كل بيت. غادي ينجح معكم اول تجربة غادي ديروه. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، غير تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. غادي نبداو على بركه الله. كيما كتشوفوا الدجاج راه مغسول ومقاد على حقه وطريقه، وبيت في الثلاجه ليله كامله. بالنسبه للتوابل عندي سكيز جبير، وعندي خرقوم عرق، وعندي الابزار معلقه معلقه، وعندي زعفران حر، وعندي جدويمات ديال الزعفران، عندي الثومه اللي محكوكه، وعندي واحد الحامضه مصيره اللي خديت اللب ديالها، غادي نستعملها في الشرموله. عندي البصله مشلضه اللي غادي نديروها في الطياب ماشي دابا. عندي قزبر المعدنوس كما كتشوفوا، غادي ندير التوابل كلها همايا، غادي نديرهم هنا في هذا التبصيل هذا فاش غادي نشرمل الدجاج. وغادي نضيف الثومه. بالنسبه للثومه درت راس ديال الثومه على حسب الدجاج اللي عندكم، عندي تماك 4 دجاجات. غادي ندير الثومه، وغادي نضيف على هذيك الحامضه مصيره. بالنسبه للجلوف غادي نخلوهم غير تزيين الجلده ديال الحامض. غادي ندير القزبر المعدنوس اللي طريين، الا ما بغيتوش ديروا القزبر المعدنوس في هذه المرحله هذه ما ديروش. انا كيعجبني الصراحه غير في الدجاج معمر، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، ولا بغيتو تستغنوا عليه تستغنوا عليه، ما كاين حتى شي اشكال. غادي نضيف كما شفتوا الماء ونخلط التوابل. كما كتشوفوا خديت الدجاج اللي عندي، غادي نشرملو كاملو على الطريقه هذه، وغادي ناخذ واحد الموس وغادي نثقب الصدر بحال هكا غير باش تدخل ديك الشرموله، وحتى في الثياب يدخلوا الثياب داغك. كما كتشوفوا هذا راه الصباح راني غادي نشرملت فيه الدجاج، وغادي نجمعو بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليه يشرب في هذيك العطريه وهذوك التوابل كلها همايا النهار كامل حتى العشيه، عاد غادي نطيبو. الا بغيتو ديروا هذه العمليه ديروها ليلة قبل، تقدروا ديروها في الليل والصباح اللي كنتو غطيبوه ديروها زعما في الليل. انا غادي نديرو في الصباح ونطيبو في العشيه. كما كتشوفوا جمعتو كاملو هكايا حتى العشيه، غادي نوجد له العماره ونعمرو. غادي نجمعو بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للعماره غادي نحتاج الكبده. خديت الكبده اللي درتها في الكاسرونه ودرت معها الماء، درت معها واحد 3 الحبات ديال الهيل وطريفات ديال الحامض، وغادي نخليها تسلق شويه. غادي ندير معها شويه الملح غير طريقه الملحه، وغادي نخليها تسلق. بالنسبه للسليق ما غاديش نخليها تسلق واحد الوقت اللي كتير، غير تشد في راسها شويه، وغادي نحيدها ونسقطرها ونقطعوها. عندي هنا شعريه صينيه ديال الروز اللي درت لها الماء طايب، غادي نخليها هكاك واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق حتى تطلق مزيان. كما كتشوفوا هي شعريه صينيه واجده، درتها تسقطر، وغادي نقطعها طريفات صغار. الا بغيتوا تضيفوا الرز في بلاصه الشعريه الصينيه عليكم الا تبدلوه وصافي. كيف ما كتشوفوا كل شيء عندي هنا واجد. بالنسبه للكبده راه قطعتها طريفات صغار كما كتشوفوا. غادي نحط هنا شعريه صينيه، من بعد غنضيف عليها الكبيده اللي قطعناها، وغنضيفو الزيتون مقطع مع واحد نص حامضه مصيره، وغادي نضيف شويه الملحه، وغادي نضيف شويه القزبر المعدنوس اللي مقطعين.
من بعد غادي نضيف الهريسه، عندي واحد المعلقه صغيره عامره ديال الهريسه. غادي نضيف بالنسبه للتوابل، عندي سكنجبير وخرطوم معرق، معلقه معلقه صغيره، شويه الابزار، سكنجبير. صافي هادو هما المكونات اللي عندي، غادي نخلطهم مزيان، هما اللي غادي نعمر بهم ان شاء الله الدجاج ديالنا. وبالنسبه للاضافات كتبقاو ديفو اللي بغيتو نتوما على حسب الذوق ديالكم، ولكن هاد الشرموله كتجي الصراحه رائعه. كما كتشوفوا الشرموله غادي نقسمها على ربعة على حسب الدجاجات اللي عندي وغادي نعمرهم. بالنسبه للعمارة كنعمر الوسط ديال الدجاجه وتنعمر حتى الجوانب، تنحاول نعمر الجوانب على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا فيه. بالنسبه للدجاجه الا كنتو غطيبوها في الطنجره خصكم ضروري تخيطوها باش ما تخرج لكم ديك العماره وما ترتقش لكم الدجاجه. وبالنسبه للطياب راه غادي نطيبو على الظهر ديالو باش ما ترتقش لينا كما قلت لكم العماره. ولا كنتو دايرينو في الفران ما كاينلاش تخيطوه، غتجمعوا غير الرجلين صافي وغتحطوه في اللاطة، ما غاديش يحتاج كاع نهائيا ديروا ليه الخياطه. صافي انا غنكمل على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الدجاج اللي عندي كله، هو هي بهذه الطريقه غادي نجمعه ونخيطو ونجمع ليه الرجلين ديالو عاد نطيبوه ان شاء الله. كما كتشوفوا هما الدجاجات اللي كملتهم، عمرتهم كاملهم وخيطتهم، ضروري الخيط ديال المطبخ. صافي دابا غادي نبداو نطيبو. خديت واحد الطنجره اللي درت فيها ديك البصله اللي شفتوه معايا، شلطتها في الهشوار ودرت دوك العنيقات اللي بقاو لي درتهم حتى هما معا. غادي ندير واحد شويه الملح، قبيصه الملحه، وغندير نفس التوابل اللي درت في الاول في الدجاج غادي نعاود نديرها. غندير شويه السكنجبير كما شفتوا، غير راس المعلقه، نفس الشيء ديال البزار ونفس الشيء ديال السكنجبير. وغادي ناخذ داك العطريه اللي بقات لي في الدجاج نزيد على شويه الماء وغادي نضيفها في الطنجره ونخلط كل شيء كما غتشوفوا معايا. كما شفتوا راه ما درتش الزيت نهائيا لا في الاول ولا حتى دابا، غادي نديرو حتى ندير الدجاج ديالي عاد غادي نضيف الزيت ان شاء الله. صافي وغادي نضيف الدجاج ديالنا. كما شفتوا الدجاج راه غادي نطيبو على حد على الظهر ديالو، باش الى المشكله الى طيبتو على على كرشو على الصدر ديالو غادي ترتق لكم وتخرج لكم العماره. غادي نطيبو على هاد على ظهرو. صافي مازال غنزيد حتى الدجاجه الرابعه، الطنجره عندي كبيره. وغادي نضيف الزيت روميه تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه كما شفتوا ديال الماء. بالنسبه للماء غادي نشوفوا حتى يغلى لينا الطنجره تغلى لينا ونشوفوا ديك البصله من طلق لينا الماء، عاد نضيفوا الماء ونشوفوا قدرنا نزيدوا حتى كاس ثاني. كما شفتوا راه زدت الدجاجه الرابعه صافي، وغنغطي عليه وغادي نخليه يطيب. هاد المرحله هادي الدجاج ديالي راه طاب الصراحه، ضغك طاب. غادي ندهنو. من بعد ما طاب درتو في اللاطة، خديت الهريسه، خديت شويه ديال السمن، الا ما عندكم السمن عليكم ديروا غير الزبده. انا ما درتش في الطياب السمن، الا كان كيعجبكم في الطياب السمن زيد ديروا بواحد معلقه صغيره ديال السمن، انا ما درتوش خليته حتى لهاد المرحله هادي. درت معلقه ديال السمن مع الهريسه صافي. وغادي ندهن الدجاج ديالي مزيان وغادي ندخلو للفران يتحمر. كما كتشوفوا الدجاج صافي هو في المرحله الاخرى ديال التحمير، غنزيدو مازال شويه وغادي نخرجو. بالنسبه للتغميره راه صافي وجدات، زدت عليها غير الزيتون، تعلكات مزيان الصراحه، جات واعره واعره بزاف، جا فيها واحد المذاق ما نقولش لكم. يتبعوا جميع المراحل وغادي يجيكم الدجاج كيف ما جاني انا. صافي دابا غادي نحطو الدجاج ديالنا هذا الطبق التقديم.
بالنسبه للتغميره كتحطوها كما بغيتو نتوما، انا غنحط على هذا الشكل هذا. الصراحه جات معلكه، جات واعره، جات واحد جا واحد المذاق ما نقولش لكم عليه، غير جربوها. المهم غادي نسرحوا الضغميره ديالنا وغادي نحطوا عليها الدجاج ديالنا. بالنسبه للدجاج الا بغيتوا تحلوه في اللاطة وتهزوه، انا حطيته حتى قديته في الطبق التقديم، عاد حليته صافي. كناخذ واحد المقص وتنبدا نحل فيه شويه هكا مصدر، كيف كتشوفوا انتم يا الدجاج كيفاش كيجي، كيجي فسي وكيجي المذاق ديالو ولا اروع، كيجي زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا التحميره كيفاش جات في الدجاج، جات تحميره واعره وجات رائعه. نتوما يا كيفاش كنقطعو غير بالمقص، فتي 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 لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، وجات ديك الحشوه رائعه رائعه. ما نقولش لكم المذاق كيفاش داير، زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا جميع المراحل اللي درت معاكم، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تفوتكم حتى شي مقطع. كنتمنى ان شاء الله الدجاج ديال اليوم اولا الاقتراح ديال الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي عمرها ما دارت دجاج محمر اولا معمر يتبع معايا جميع المراحل وغادي يصدق معاك في اول تجربه. كيف كتشوفوا راه جاي زوين بزاف وجا رائع، المذاق ما نقولش لكم صراحه، حتى تجربوه وغادي تشوفوا جزوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم. لاول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يتابونا فيها ويدير جيم ويفعلوا الجرس باش تعم الفائده، وتشاركوا الفيديو ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا بزاف للناس اللي دائما كيدعموني في القناه ديالي لهنا يخطيكم، والناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي مرحبا بكم. بسلام عليكم الى فيديو جاي.